اليوم في مؤسسة جوهرية في الترسانة وفي الهندسة الديمقراطية للبلادنا وهي مجلس الأول، وتوجهت كذلك مع رفيقات ورفاق صديقات وأصدقاء من أجل مناقشة موضوع جد مهم لكي يبين ولكي يبرهن أن حزب التقدم الاشتراكية دائما يكون في صميم المواضيع الوطنية ويحاول يلعب دور الريادة في إطار النقاش حول هذه المواضيع اللي عندها تأثير على العيش اليومي للمواطنين وعلى القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وهي أخص قدرة التنافسية للمقاولات المتوسطة والصغرى. قلت مزيد ديال الشعور، كاين كذلك واحد الشعور ديال الأسف، إن لم أقل الاستياء، نظرا لغياب بعض الجهات اللي هي المعنية بالأمر قبل كل شيء، قبل كل جهات بهذا الموضوع. أخص بالفكر وزارة الاقتصاد والمالية، السيدة الوزيرة، أشكر السيد المدير لوزارة الاتصال الطاقي على عرض ديالو، ولكن كما قال رفيق سينابيل عبد الله، المواضيع هي المواضيع اللي كتطلب قرارات ماشي إدارية بل قرارات سياسية محضة، لذلك حبذا لو كانت حضر معنا السيدة وزيرة الاتصال الطاقي. وكذلك مؤسسة دستورية اللي هي معنية بهذا الموضوع اللي هي مجلس المنافسة، بدل ما كان حاضر معنا كذلك رئيس الهيئة. ما بغيتش نمشي صرور ديال السر ديال تنظيم هذا اليوم اللقائي، ربما إذا تم واحد التأجيل ديال بضعة أشهر ديال هذا اللقاء، ربما كان إكراهات ديال الأجندة ديال هذه الوزارات وديال هذه المؤسسة. كنحس بلي كاين واحد الشكل من الارتجال ديال الانزعاج ديال الحرج من طرف الجهاز الحكومي تجاه ملف المصفات المغربيه للبترول وملف المحروقات، ربما حيت ما كاينش واحد القدره على اعطاء اجوبه مقنعه للمواطنين وللمواطنات، وما كاينش القدره الكافيه على الابتكار من أجل الحلول اللي غتسمح بإعادة إنتاج البترول الصافي في البلاد ديالنا، أي بإعادة تشغيل المصفات وبإيجاد حلول من أجل تقليص ثمن المحروقات وتقليص العبء على جيوب المواطنات والمواطنين. الموضوع اللي غادي نطرحو اليوم هو واحد رؤية تاريخية حول إفلاس المصفات والأسباب إفلاس المصفات، كذلك العلاقة ما بين هذا الملف والملف ديال الاضطرابات أو الاختلالات اللي كاينة في سوق المحروقات، وأخيرا وليس آخرا ربط هذا الموضوعين ب الرؤية استراتيجية واستشرافية للنموذج التنموي الجديد حول القطاع الطاقي وبالأخص قطاع الطاقة المحفورة. أولا السؤال الأول، بغيت نطرق هذه المواضيع عبر خمسة ديال الأسئلة. السؤال الأول، شنو هي أسباب إفلاس المصفات المغربية للبترول؟ وإذا كان فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وبغيت نذكر الأسباب. باش هاد القبة ديال البرلمان وممثلي الأمة يكونوا عارفين وواعيين بجميع الأسباب. كاين أسباب مباشرة وأسباب غير مباشرة.
أظن أن السبب الأول هو الخصصة ديال الشركة اللي تم في سنة 1997 اللي كانت خصصة غير شفافة غير عادلة غير منصفة. كنقول المغاربة من الأول خرج مين من الخيمة، هذا الملف من الأول خرج مين من الخيمة سنة 1997 حيث تم تفويت هذه الشركة في إدارة خصصة مباشرة بدون عملية مناقصة وبدون طلب عروض وبدون منافسة من أجل شراء هذه الشركة. ثانياً تم تغيير واحد اللائحة التي تسمى اللائحة السلبية ديال الشركات اللي كلها تبع الخواص لا ليست نيجاتيف، وفي هذا اللائحة السلبية كانت شركات سلاسامير مبرمجة. إذن كان ممنوع للحكومات المتتالية باش تقوم بالخوصة ديال الشركة، ولكن بين عشية وضحاها الاسم ديال شركة سلاسامير تحدث مع اللائحة. ثم تم خصصة هذه الشركة بعدم احترام مخطط التفويت، حيث أن كان قرار كان اتخذ في هذا الوقت من طرف البرلمان حيث كانت قانون للخصصة هو أن الدولة الحكومة غادير البيع ديال الشركة للخواص، ولكن الدولة المغربية غتبقى عندها واحد قسط لا بأس به من رأس مال الشركة، ويكون عندها واحد منصب في مجلس إدارة الشركة باش تبقى كتهر وكترقب القرارات الاستراتيجية ديال صاحب رأس المال الخاص وترقب التسيير وترقب شفافية التسيير ونجاعة التسيير. إلا أن تم بيع 100% ديال أسهم ديال الدولة في هذه الشركة، بطبيعة الحال ما كانش إدارة عالية كيمثل وزارة ديال المالية أو وزارة ديال الطاقة آنذاك في مجلس الإدارة، بل القطاع الخاص صاحب رأس المال مجموعة قرى كانت وحدة تأخذ القرارات في هذه الشركة. ثم الشركة ديال لاسامير تم الخصصة ديالها في جوج ديال المراحل. المرحلة الأولى كانت في سنة 1996 عبر الانخراط في بورصة الدار البيضاء، تم البيع ديال جزء من رأس المال للعموم. ثم سنة 1997 رأس المال اللي كان في الدولة المغربية تباع مباشرة لمجموعة أخرى. ما بين هاد المواعيد الجوج، ما بين هاد التواريخ كان واحد اختلالات في نظام التداول الالكتروني ديال الاسهم، حيث ان لاسامير كانت من اكبر الشركات اللي منخرطه في بورصه الدار البيضاء، وكان خاص الاثمنه تم التحديد ديالها عبر النظام الالكتروني ديال التداول الالكتروني. لكن في هذاك الوقت تم واحد القرار اداري باش تحتفظ يتحتفوا الاسهم ديال لاسامير من هذا النظام ديال التداول، وتم تحديد اداري لثمن الاسهم باش يوجدوا الخصصة. هذا هو السبب الاول ديال افلاس شركة لاسامير، ابان الخصصة. ثم بعد السنوات اللي كتمر بمرات كانوا مخالفات عديدة في تقنين هذه الشركة وفي الحكمة ديال هذه الشركة، حيث أن كان مطلوب وكان مفروض من الدولة ممثلة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الطاقة باش تسهر على احترام دفتر التحملات، حيث أن الشركة اللي جرت لاسامير التزمت كان شراتها حوالي 380 ولا 400 مليون ديال الدولار آنذاك، ولكن كان التزمت
باش دير استثمارات من اجل تحديث الاله الانتاجيه. وهذا الشيء كان في الاصلاح في الحيوانات، والدور ديال الحكومه ديال الادارات هو ان تصب باش تسهر على تفعيل والتطبيق ديال هاد الالتزامات. في 2002 وقع واحد فيضانات في مدينة محمدية وحريق، وفي 2002 خمس سنوات بعد عاد الوزارات انتبهوا باللي المجموعة ديال القرى ما فعلتش وما احترمتش وخرقت دفتر التحملات. إذا كان تقصير من طرف الوزارة اللي كانت عندها دور ديال الإشراف على هاد الشركة. كذلك إدارة الجمارك اللي عطات واحد القرض ديال الحيازة للكريدي دوريكمون اللي وصل مبالغ باهظة في سنة 2015 اللي وقفات الإنتاج، يوصل المبلغ ديال 12 و13 مليار ديال الدرهم بدون ضمانة بنكية. وهذا الوقت 12-13 مليار ديال الدرهم كان بحجم كبير جدا يساوي حوالي 25% ديال المدخول السنوي ديال الدولة في الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك الداخلي ديال المواد المحركة. طبيعة الحال كاين هذه المسؤولية غير مباشرة ديال وسائل مراقبة الدولة، وكاين بطبيعة الحال المسؤولية المباشرة ديال صاحب رأس المال الشركة العمودية اللي هو اللي كان كياخذ القرارات الاستراتيجية اللي كانت سلبية. المسؤولية كذلك ديال المدراء العامين كانوا جوج بالأخص، السيد باعمر والمرحوم السعيدي اللي كان وزير سابق ديال الخوصصة، هو اللي دار الخوصصة ديال الشركة ثم أصبح بعد سنوات بعد مدير عام ديال هاد الشركة اللي هو كيخلق مشكل ديال الشفافية وديال تضارب المصالح. ثم مسؤوليات ديال المكاتب مراجعة الحسابات اللي كانوا كيمضيو سنة بعد سنة على حسابات مغشوشة مغلوطة اللي كانت كتبيع الوهم لأصحاب الأسهم اللي شارين الأسهم في بورصة الدار البيضاء، واللي كانت كذلك كتعطي معلومات غلطة للمؤسسات ديال التفتيش. هناك كذلك تقصير وإخفاق ديال الرقابة البنكية وديال الرقابة المالية وديال الرقابة ديال بنوك الاستشارة المالية والرقابة ديال الهيئة ديال المكلفة بسوق الرسمية. على سبيل المثال سنة 2008 شركة سمير تجمع 2008 مشات البورصة ديال الدار البيضاء ودارت عملية مالية بإصدار سندات. المبلغ آنذاك كان مليار و 800 مليون ديال الدرهم في البورصة، و 800 مليون ديال الدرهم مباشرة مع مستثمرين مؤسساتي. وآنذاك تم إصدار ديال وثيقة معلوماتية المدة فورماسيون ديال المعلومات المالية. فهذه الوثيقة توجد بين 2008 مسيري الشركة بموافقة بنوك الاستشارة وبموافقة هيئة مراقبة رأس المال، علموا للعموم أن الشركة غتدير حوالي 400 مليون درهم ديال الأرباح في آخر السنة، لأن كنا في مجرد كان باقي جوج ديال الأسابيع ولا ثلاثة أسابيع باش تتسالي. إلا أن ثلاث أشهر ونصف بعد من صدرت الحسابات ديالها الشركة دارت مليار و 400 مليون درهم ديال الخسارة. إذا هنا كاين مسؤولية مباشرة ديال آليات الرقابة المالية والبنكية.
كذلك البنك المركزي يفشل في مراقبة هذا النزيف المالي، حيث أن القروض البنكية التي كانت تعطى الشركات السامية من أجل تمويل استثمارات في وسائل الإنتاج، في تحديد وسائل الإنتاج، المسيرين ديال هذه الشركة كانوا كيستعملوا هذه القروض البنكية من أجل توزيع أرواح وهمية. أخيراً حول السؤال الأول ديال أسباب إفلاس الشركات السامية، كان كذلك سوء إدارة الإفلاس، حيث أن منذ قرار ديال المحكمة التجارية ديال الضريبة بالسفير القضائية وببيع أصول الشركة إلى من يريد قيام بذلك، المحكمة التجارية توصلت ربما بأكثر من 20 عرض، وكل عروض فشلت. إذا كاين مشكل، كاين مشكل جوهري، ربما في المصدر، ربما في التعامل بين المحكمة التجارية لأن الأسلوب ديالها وعندها المصادر ديالها من جهة، ومن جهة أخرى وسائل العمل ديال بنوك الاستشارة وديال الشركات العالمية اللي كلها تساهم في الفرق في هذا العمل. كذلك المسؤولية الشخصية مفقودة في هذا البيت، حيث أن المحكمة قررت بعد طلب السنديك باش تابع الأملاك الشخصية، الأملاك الشخصية ديال أعضاء مجلس الإدارة ديال الشركة، حيث كان واحد اختلالات كبيرة في سير هذه الشركة، والمحكمة قررت باش تابع الأملاك ديال أعضاء مجلس الإدارة، ولكن فقط أعضاء مجلس الإدارة اللي عندهم جنسية غير مغربية، والأعضاء ديال مجلس الإدارة اللي هما مغاربة واللي عندهم الأملاك في المغرب، المحكمة ما اقترحتش باش تمشي تتابع الأملاك ديالهم الشخصية، رغم أنهم كانوا حاضرين مدة عدة سنوات في مجلس الإدارة، وساهموا في القرارات الاستراتيجية، وساهموا في إعطاء الموافقة على الحسابات إذا كانت هي حسابات مغشوشة ومغلوطة. النقطة الثالثة كذلك حول سوء إدارة الإفلاس هو الملف اليوم اللي هو عالق اليوم أمام المركز الدولي لتسوية المنازعات في الاستثمار يوسف. أكيد أن هذا الملف هذا شائك، أكيد أن الحكومة المغربية ستواجه هذا الملف، تواجه مجموعة قرى، ولكن التساؤل اللي كيطرح هو واش الحكومة ديال البلاد ديالنا ما عندهاش واحد الرؤية استراتيجية حول القطاع النفطي ما دام هذا الملف باقي مفتوح عند السردي؟ واش البلاد ستوقف وتستنى القرار ديال السردي قبل ما تاخذ قرارات في اطار هذا القطاع والاستراتيجيه ديال القطاع؟ كذلك علاش هذا الملف اليوم مثابه علبه سوداء؟ لا احد يعرف مضمون هذا الملف، شنو هي الاستراتيجيه القانونيه ل سيدات على الحكومة المغربية باش تدافع على المصالح ديال الدولة المغربية في هذا المركز الدولي، كيفاش تدافع على المصالح ديال الدولة على المالية العمومية، وشنو هما المراحل المقبلة؟ اليوم هذا الملف هذا علبة سوداء. السؤال الثاني، التساؤل الثاني، واش كاين علاقة ما بين أسباب وإفلاس المصفات والاختلالات الموجودة في قطاع المحروقات؟ كنظن اليوم كاين واحد الإجماع وطني حول وجود اختلالات في هذا القطاع ديال المحروقات، وكاين إجماع وطني باللي التحرير ديال القطاع كان في وقت غير مناسب، حيث
أن فلادروخ يجنب 2015 للحكومة يتسير بمكانها اخترت قرار ديال تحرير أثمنة المحروقات أولاً المصفات كانت وقفت مجرد والمصفات كانت تلعب دور ديال التوازن في القطاع وثانياً مجلس المنافسة الكريم معطل ما كانش يشتغل ربما يمكن واحد الإجماع حول هذا النقطة. ثم كاين منذ هذا الوقت عدة وثائق عدة تقارير اللي كتبرهن بالملموس أن كاين علاقات ما بين هاد الملفين. غنعطي فقط رؤوس الأقلام فقط الوثائق اللي خص المواطنين وخاص الممثلين هما يدرسوا هذه الوثائق باش يشوفوا بالملموس العلاقه بين هذه الملفات. التقرير الاول هو تقرير اللجنه الاستطلاعيه لمجلس الموكل ديال ماي 2018. كاين تقرير ديال الجبهه الوطنيه لانقاذ مصفى المغربيه للبترول والبيانات والبلاغات والندوات لذات واللي حاولت تحول عبر هذه المبادرات تقدم اقتراحات من اجل الخروج من الازمه واللي برهنات اللي كنسميو الارباح الفاحشه اي الارباح اللي تفوق العاده وصلت اليوم الى اكثر من 50 مليار درهم. كان كذلك التقرير الاول ديال مجلس المنافسه ديال فبراير 2019 اللي جاء بعد طلب راي من حكومة السيد بن كيلا. كاين كذلك تقرير اللجنة الملكية اللي تكونت بعد أمر صاحب الجلالة من أجل قيام بتحريات حول الاختلالات الداخلية في مجلس المنافسة. التقرير طبيعة الحال ما تمش النشر ديالو هو تقرير سيدي ولكن كان عنده تداعيات تغيير رئيس مجلس المنافسة وإعطاء أمر للحكومة من أجل تعديل قانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون مجلس المنافسة. كاين مقترحين ديال قانون تنظيم وتسقيف أثمنة المحروقات وهوامش الربح وقانون تفويت أصول شركة الأسهم للدولة اللي هما مقترحين جات بهم الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول واللي عدة أحزاب من بينها حزب تقدم الاشتراكية ساندوها ودافعوا عليها في البرلمان. مع الأسف الشديد ما هذه القانونين ما وصلوش للنتيجة المنشورة. وأخيرا وليس أخيرا كاين التقرير الثاني لمجلس المنافسة اللي صدر في غش 2022 اللي بين بعض الوقائع اللي كنا كنتكلموا عليها واللي اليوم بانت اليوم بالملموس. مثلا التفعيل والتطبيق السريع لارتفاع الاثمنه في الاسواق الدوليه على السوق الداخلي والتماطل من الاثمنه تمشي في اتجاه ديال الانخفاض كما ورى هاد التقرير بعض العجائب وبعض الغرائب ديال الحسابات ديال الشركات حيث ان الشركه اللي عندها 24% ديال حجم ديال السوق تكلفه الاستيراد تفوق بكثير تكلفه الاستيراد ديال شركه جد متواضعه اللي عندها فقط 5 ولا 6% ديال حجم السوق. السؤال الثالث ما هو الوضع الحالي القانوني لقطاع المحروقات؟ ما عنديش وقت باش نقول في التفاصيل. اللي بغيت نقول هو ان مجلس المنافسه مطلوب منه باش يحسن في هذا الملف كاين واحد الشكل ديال التماطل تاخير والتماطل الممنهج في هذا الملف بروكراستيناسيون. اللي خصنا ننتبهوا له هو ان الحسم غيكون في اطار القانون الجديد. تم تعديل ديال قانون مجلس المنافسة وتم تعديل قانون حرية الأسعار والمنافسة. أظن أن هذه القانونين والتعديلات
تم اتفاق عليها ومصادقة عليها بالإجماع أو بشبه الإجماع، ولكن مع الأسف الشديد هذه التأهيلات كانت تتكرس واحد التراجع ديال قانون المنافسة في البلاد ديالنا. ما عنديش وقت باش ندخل في التفاصيل، وربما أن أخوات الإخوان النواب ما انتبهولهاش. ثم كاين واحد كاين تراجع اللي غادي يكون عنده تأثير في القرار النهائي ديال مجلس المنافسة. سؤال ما قبل الأخير، ما هو الوضع الحالي ديال الأسواق المالية؟ طبيعة الحال كل شيء كيتباع الأسواق، وكل شيء كيتباع الاضطرابات اللي كاينة في الأسواق اللي كتأثر بطبيعة الحال بتقلبات جيوستراتيجية بالحرب الأوكرانية الروسية، اليوم الحرب في فلسطين والهجوم الأمجاني ديال الكيان الصهيوني. هادشي كله عنده تأثير على الأثمنة ديال البترول في الأسواق المالية، وبمشي في اتجاه ديال التصاعد وديال الارتفاع. اللي بغيت نشدو هو أن في نفس الوقت كبريات الشركات في تصنيع البترول أي في تكرير البترول، كبريات الشركات زادوا قوة الوضعية ديالهم والأرباح ديالهم زادت قوة. في سبيل المثال سنة 2022 نسبة ارتفاع البترول الخام، نسبة البترول الخام ارتفع ب 40% و 40% ونسبة الاستهلاك زادت 6%. إذا الأرباح ديال هذه الشركات كانت خصها ترتفع بحوالي 50% إلى أقصى درجة. ومن كنلاحظو ومن كنشوفو الحسابات ديال الشركات الكبرى، الأرباح زادت ب 100%، 200%، كاين واحد الشركة اللي زادت ب 300%. خلاصة ديال هاد الملاحظة هو أن هامش ديال التكرير ارتفع بشكل كبير، والهوامش ديال هاد الشركات الكبرى إكسون موبيل، بي بي، شيل، توتال، شوفون، الهوامش ديال الربح منين جاية؟ جاية من تكرير البترول. غنختم هذه المداخلة ونتكلم عن النموذج التنموي الجديد. سنقول بصراحة أن النموذج التنموي الجديد أعطى أهمية قصوى للطاقات المتجددة، ولكن في نفس الوقت تكلم على الطاقات المحفورية وعلى قطاع المحروقات، وأشار إلى الاختلالات اللي كاينة في هذا القطاع، وقلب للدولة تستمر هي اللي كتمكن بطاقات التخزينية استراتيجية أولا، وثانيا قالت باللي خاص الدولة تقنن القطاع باش تقلص وباش تلقى وسائل ديال تخفيف هذاك الوضع ديال الاحتكار القلة لوليبوكول اللي كان في هذا القطاع. وأخيرا أظن أن خاطئ وسائج من يظن أن استراتيجية الطاقية للبلد كيفما كان يمكن أن تكون متركزة أساسا على الطاقات المتجددة. طبيعة الحال خصنا نشوف الاتجاه وخصنا نستثمرو في الاتجاه، ولكن ما خصناش نساو أن الطاقات المحفورية كاينة اليوم. هذه 50 سنة كانت كتمثل 90% ديال الباقة الطاقية ديال العالم، اليوم فقط 80%. إذا في 50 سنة هبطنا 10%. إذا الطاقة المحفورية والنفط غتبقى مستعملة في كل بلدان على مدى 60 70 80 90 سنة. لذلك الاستراتيجية الحالية للبلاد ديالنا خصها بطبيعة الحال تستثمر في الطاقات المتجددة، ولكن في نفس الوقت خصها تفكر في إعادة إصلاح قطاع المحروقات. شكرا.